بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى صفحة 92 اللي تتعلق بالبيلت أب كولوم. البيلت أب كولوم هو عبارة عن مقطع يستخدم كعمود. هذا المقطع يصنع باستخدام قطع من ستيل بليت أو من الألواح الحديدية. يعني مثلا إذا ناخذ هذا المقطع، هاي الفلانج تصنع من قطعة بليت، وهذه الفلانج الأخرى بنفس الأسلوب، وعندنا الويب قطعة أخرى ممكن أن تكون بثيكنس يختلف عن الثيكنس المستخدم للفلانج. طبعا تربط هذه الألواح مع بعضها باستخدام اللحام مثل ما موضح، يعني هذه تمثل لحام. فبالتالي نحصل على مقطع نستخدمه كعمود، أو كذلك ممكن أن نصنع مقطع مركب أو بيلت أب كولوم بشكل البوكس. فهذه بعض الأشكال اللي ممكن أن نصنعها باستخدام الستيل بليت. بالنسبة للكلاسيفيكيشن لمثل هيك مقاطع، أيضا بحكم التيبل 11، بس ننتبه هنا لازم نستخدم العلاقات الخاصة بالويلد سكشن باعتبار احنا مستخدمين اللحام في عملية تصنيع المقطع. كيفية التعامل مع هذه الأعمدة نوعا ما مقارب للتعامل مع الأعمدة الرولد اللي هي المقاطع الجاهزة. فور بلاستيك كومباكت او سيمي كومباكت كروس سكشن، the cross section capacity is based on the cross section. يعني بالنسبة لهالأصناف الثلاثة للمقاطع، الكروس سكشن يعني كل المقطع راح يشتغل، وبالتالي نستخدم مساحة المقطع الكلية. الملاحظة المهمة هنا، the design strength PY for built up column fabricated by welding is to be the value from table 9 reduced by 20 newton per millimeter square. يعني قيمة ال PY لل steel of أو the grade of steel اللي يستخدم في تصنيع هذا العمود المركب، واللي موجودها من جدول 9، لازم ننقصها بمقدار 20. يعني هاي الملاحظة يجب أن نركز عليها، أنه قيمة الـ PY اللي موجودها من Table 9 لأنه المقطع هو مصنع باستخدام الويلدنج أو اللحام، لازم ننقصها بمقدار 20 قبل لا نروح إلى Table 24 من أجل إيجاد الـ PC. لتوضيح هذا الكلام نجي إلى مثال. Determine the compression resistance of the column section shown below. The effective length of the column is 8 meter and the steel is S275. فهنا نعطينا هو الـ effective length 8 متر، يعني الـ LE هاي تمثلنا، وأبعاد المقطع كذلك نعطينا إياها بالنسبة للفلانج الأبر واللور فلانج بنفس الأبعاد، عرضها 900 والثكنس 30. أما الويب فعمقها 840 والثكنس مالتها 15. وطبعا هذا يمثل لنا الميجر اكسس اكس اكس، وهذا الماينر اكسس واي واي. نجي الحل بالنسبة للبليت 30 ملم، بالرجوع الى تيبل 9 والستيل جريد اس 275، راح نشوف قيمة البي واي 265 نيوتن بير مليمتر سكوير. وقلنا بالملاحظة اللي حكينا بها قبل شوية انه هاي القيمة للبي واي
لأنه المقطع تم تصنيع باستخدام اللحام، هذه القيمة ناقصها 20، فالـ PY الفعلية راح تصير 265 ناقص 20 245 نيوتن بير مليمتر سكوير، يعني هذه اللي نستخدمها حساباتنا. الآن نجي إلى الفلانج أوت ستاند اللي هي المسافة من حافة الويب إلى نهاية الفلانج. طبعا هنا شلون نوجد هاي المسافة اللي هي تمثل لنا بي سمول لتر، هذه 900 ننقص من عندها 15 وبعدين الناتج نقسمه على 2 تطلع قيمة الاوت ستاند، يعني 900 ناقص 15 تقسيم 2 راح يكون 442.5 ملم. هذا يمثل لنا الاوت ستاند او قيمة بي سمول لتر. بعد حساب البي سمول لتر نحسب هاي الريشيو بي الى تي يساوي 442 تقسيم 30 14.75. هذه القيمة نقارنها ويا مخددات السيمي كومباكت سكشن للويلدد سكشنز. فبالنسبة للسيمي كومباكت، حتى يكون سيمي كومباكت لازم هاي النسبة ما تكون أكبر من 13 إبسلون. فإذا نحسب 13 إبسلون، طبعا الإبسلون نحسبها بالطريقة الاعتيادية، الجذر مال 275 تقسيم 245، فراح تكون 1.059، يعني هاي قيمة الإبسلون. ف13 إبسلون راح تساوي 13.76. فهنا البي اوفر تي اللي هي 14.75 اكبر من الحد مالت السيمي كومباكت اللي هو 13.76. هذا معناه الفلانج از سلندر، الفلانج از سلندر. وما دام الفلانج از سلندر معناها مو كل مساحة الفلانج راح تشتغل، وانما يجب أن نوجد الـ effective area of a flange. شلون نوجدها؟ نرجع إلى figure A. برجع إلى figure 8، الجزء الفعال من الـ flange هو من جهة اليسار 13 epsilon t ومن جهة اليمين 13 epsilon t، فراح يصير 13 epsilon t في 2. نضيف لها الويب او في تي، العفو 13 ابسلون تي في 2، هاي الطول طول الجزء الفعال في تي حتى تطلع لنا المساحة الفعالة، فراح يصير 13 في 1.059 في 13 في 2 في 30 24780 ملليمتر مربع. هذه تمثل لنا الـ effective area of one flange. خلي بالنا هاي الحسابات في one flange. بالنسبة للويب، الويب تعامل كـ internal element in axial compression. هاي وين التحديد نشوفها؟ نشوفها بجدول 11. فالويب هي internal element in axial compression. الـ PY لأنه الـ thickness، الـ thickness مالت الويب 15، وبالرجوع إلى جدول 9 إذا thickness أقل من 16 معناها الـ PY راح يصير 275. فالـ PY 275، بس لازم نطرح من عندها شقد؟ نطرح من عندها 20، فالـ PY النهائية راح يصير 275 ناقص 20 255. باستخدام الـ PY هذه نحسب قيمة الـ Epsilon راح تكون 1.038. بالنسبة للجزء الفعال من الويب راح يكون من الأعلى 20 Epsilon T ومن الأسفل 20 Epsilon T. ف
فبنفس الأسلوب السابق 20 في إبسيلون في تي سمول لتر، هاي للجزء الأعلى من الويب، وعندنا مثله في الجزء، يعني لازم نرجع إلى فيجر 8 ونشوف هاي الأبعاد. عندنا من الأعلى 20 إبسيلون تي سمول لتر، في 2 هذا الجزء الأسفل، في تي سمول لتر اللي هي الثيكنس اوف ذا ويب، فنحصل على المساحة الفعالة للويب هي 9342 ملم مربع. نحتاج إلى قيمة الأي جي. الأي جي هي المساحة الكلية، يعني نحسب المساحة الكلية للمقطع، مو الإفكتيف، المساحة الأصلية، يعني الاثنين في 30 في 900، هاي مساحة التو فلانج الكلية، ونضيف لها مساحة الويب الكلية 840 في 15، يصير عندنا 66600 ملم مربع. كذلك نحتاج إلى قيمة الآي واي. طبعا الآي واي يعني بالرجوع إلى الشكل، معناها نوجد المومنت اوف انيرشيا للمقطع، هذا عندنا الواي اكسس، نوجد المومنت اوف انيرشيا للمقطع اباوت الواي اكسس. هنا للسهولة ولأنه مساهمة الويب قليلة بالنسبة للمومنت اوف انيرشيا اباوت الواي اكسس، راح نهمل تأثير الويب ونوجد المومنت اوف انيرشيا فقط من الفلانج، نوجد مال وحدة ونضربها في 2. فبالنسبة لهاي الفلانج المومنت اوف انيرشيا اباوت الواي اكسس هو 30 في 900 تكعيب تقسيم 12، هاي مال وحدة 30 في 900 تكعيب تقسيم 12، هاي مال الفلانج وحده، طبعا نضربها في 2 فنحصل على المومنت اوف انيرشيا للمقطع حول الواي اكسس مع اهمال الويب لانه تاثيرها قليل على المومنت اوف انيرشيا اباوت الواي اكسس. وجدنا الاي واي، ورا الحسابات راح نشوفها يساوي هذا المقدار. الآن نوجد الـ RY اللي هو الـ Radius of Gyration، يمثل لنا الـ IY تقسيم الـ RY يساوي الـ IY تقسيم الـ AG. هذا المقدار يعني هنا ما مبين، هذا المقدار كله أس نص، لأنه الـ RY هي جذر AY على AG، فإذا هنا بس ثبته هذا أس نص، فالناتج راح يصير 233.9 ملم. وقيمة اللندا هي LE تقسيم RY. LE معطى بالمسألة اللي هو 8000 تقسيم RY حسبناها 233.9، فالناتج راح يصير 34.2. نجي نحسب بعدين الـ Effective Sectional Area. احنا بالحسابات السابقة حسبنا الEffective Area of One Flange والEffective Area of Web، الآن نجمعهم، احنا عندنا 2 Flange فيصير 2 في 24780، هاي مساحة 2 Flange زائد المساحة الفعالة للويب، فالنتيجة النهائية هي 58902 ملم مربع.
الآن نجي إلى الـ compression resistance. The compression system, compressive strength of the column PC اللي نوجدها من جدول 24 هاي نوجدها باستخدام قيمة PY 245 اللي هي يعني احنا ناخذ مال الفلانج باعتبارها اقل من الويب PY 245 لكن باستخدام الجدول ما نستخدم لندا اللي حسبناها منا وانما قلنا نستخدم ما يسمى بالريديوست سلندرنس. الريديوست سلندرنس هاي العلاقه مالتها لندا اللي حسبناها مضروبه في اي افكتيف تقسيم اي جي اس نص. هذه القيمه للندا تسمى ريديوست لندا. فنجي نعوض نحصل على الريديوس لندا 32.2. شوف هاي قيمة اللندا أقل من القيمة هاي اللي هي حسبناها سابقا. فإذا الآن باستخدام جدول 24 نروح إلى PY 245 ونروح إلى قيمة لندا 32.2 وعندنا من جدول 23 الستريت كيرف للحالة مالتنا هي سي باعتبار عندنا ويلدد سكشن وباكلينج اباوت الواي اكسس. اذا تروح جدول 23 راح تلاحظ بانه الستريت كيرف هو سي. فاذا الان هاي المعلومات اللازمة نوع الستريت كيرف سي ال PY 245 واللندا 32 تدخل الجدول 24 راح تلاحظ بانه قيمة ال PC 225 نيوتن على المليمتر المربع. هاي كإجهاد. الآن الريزيستنس اللي هي كقوة اللي نسميها ال P capital sub C تساوي ال PC في ال A effective. البي سي وجدناها من الخطوات السابقة أي إفكتيف أيضا وجدناها نضرب في 10 أس ناقص 3 نحول إلى كيلو نيوتن فالنتيجة راح تصير 13253 كيلو نيوتن. هذه تسمى بالكومبريشن ريزيستنس للمقطع. تلاحظون بهاي المسألة تعاملنا ويا البكلينج أباوت الواي أكسس فقط. ليش؟ يعني احنا بالمثال السابق اخذنا باكلينج باتجاه اكس اكسس وباكلينج باتجاه واي اكسس. المثال السابق كان بيقول ال اي باتجاه الاكس اكسس يختلف عن ال اي باتجاه الواي اكسس وبالتالي ممكن ان يصير عندنا باكلينج اباوت الاكس اكسس باعتبار ال اي مالته كانت اكبر. اما بالنسبه للمساله اللي بيها الافكتيف لينث للبكلينج اباوت الواي اكسس مساوي للافكتيف لينث للبكلينج اباوت الاكس اكسس مثل هالحاله. يعني هنا قايلين الافكتيف لينث اوف ذا كولوم يعني بالاتجاهين هو 8 متر. فبهالحاله اذا ما كان عندنا ما يمنع البكلينج اباوت الواي اكسس اللي هي هاي حالتنا بالاتجاهين هو 8 متر فنتعامل مع البكلينج اباوت الواي اكسس فقط بعد ما يحتاج نوجد البكلينج اباوت الاكس اكسس لانه ما يصير البكلينج اباوت الاكس اكسس يحتاج الى قوه اكبر من القوه اللي تسبب لنا البكلينج اباوت الواي اكسس فنكتفي بالتعامل مع البكلينج اباوت الواي اكسس. اما اذا كان ال اي يعني نفس المساله إذا كان الـ LE بالبكلينج أباوت الـ X أكسس أكبر من البكلينج اللي أو الـ يعني الـ LE بالبكلينج أباوت الـ Y أكسس فبهالحالة لازم ناخذ النوعين. يعني إذا كانت الـ LE بالـ X أكسس أكبر من الـ LE بالـ Y axis لازم نتعامل مع الاتجاهين بالـ Buckling. أما إذا كان
ال نفسه بالاكس اكسس والواي اكسس نتعامل فقط مع الباك اند اباوت الواي اكسس. شكرا.